مرحبا. واحدة من أغرب وأقدم الجزر بالعالم وتعتبر من الجزر المرجانية الاستوائية، كليبرتون بتحيط فيها بحيرة على شكل حلقة صغيرة على بعد 1000 كيلومتر من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، وبيبلغ محيطها حوالي 12 كيلومتر، وفيها مياه حمضية وخالية من الأسماك، وبتحتوي على بعض من الأحواض بأعماق بتتراوح بين 43 و 72 متر، وبقعة تعرف باسم تروسانس فونت بتغطي طبقات الأعشاب البحرية 45% من سطح البحيرة. وتعتبر جزيرة كليبرتون مكان غير مأهول بالسكان، فقط بيزورها ببعض الأحيان الصيادين والدوريات البحرية. بننتقل نشوف كيف عم يكون الجو. عم يستمر صيفي معتدل بين الصحوة والغائم جزئيا بشكل عام وسديمي بالمناطق الشرقية والبادية، وعم تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى ببعض المناطق. الرياح غربية الجنوبية غربية معتدلة عم توصل سرعتها ل 15 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و 75%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 26 درجة. بالنسبة للطقس بالعاصمة دمشق عم يكون صحو مشمس بشكل عام، وعم تتراوح فيها الحرارة بين 16 و 31 درجة، وبالمحافظات السورية بالمنطقة الجنوبية عم يكون كمان طقس صحو بشكل عام، وعم تسجل العليا بدرعا 32 درجة، أما بالقنيطرة فعم تتراوح بين 15 و 28 درجة. بالمنطقة الوسطى مكفي الطقس صحو مشمس بشكل عام، وعم تتراوح الحرارة بحمص بين 19 و 33 درجة، أما بحما عم تسجل العليا 32 درجة. المنطقة الساحلية عم يكون طقس غائم جزئياً، وعم تسجل العليا بطرطوس 30 درجة، وعم تتراوح الحرارة بالبلدية بين 23 و 29 درجة، وبلواء اسكندرون مكفي الطقس غائم جزئياً. بالمنطقة الشمالية كمان عم يكون طقس غائم جزئياً، وعم تسجل العليا بإدلب 30 درجة، وبحلب عم تتراوح بين 19 و 32 درجة. بالمنطقة الشرقية عم يكون طقس فيها سديمي، وعم تسجل العليا بالرقة 34 درجة، وبالحسكة مستمرة الأجواء سديمي وعم تتراوح بين 21 و 35 درجة. أخيرا بدير الزور عم تسجل فيها العليا 35 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة، تبقوا بخير.